القصر الملكي بالدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة التي تحظى بهذا التشريف الملكي والتكريم المولوي باحتضانها لاحتفالات الشعب المغربي بالذكرى 14 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه المنعمين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبحضور فخامة السيد ماكي سال رئيس الجمهورية السنغالية يترأس حفل التهاني بهذه المناسبة المجيدة. يتقدم للسلام على جلالتكم نصرها الله عمداء السلك الدبلوماسي المعتمدون بالرباط عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي. عمداء السلك الدبلوماسي المعتمدون بالرباط السيد نيماغا إسماعيلا سفير جمهورية إفريقيا الوسطى عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي. عميد السلك الدبلوماسي الأوروبي السيد برتران لويس سفير سويسرا وعميد السلك الدبلوماسي الأوروبي بالنيابة. عميد السلك الدبلوماسي العربي السيد أبو بكر محمد حفني محمود سفير جمهورية مصر العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي بالنيابة. السيد كارلوس شارم سيلفا سفير جمهورية الشيلي عميد السلك الدبلوماسي الأمريكي بالنيابة. السيد توشينوري ياماجيا سفير اليابان عميد السلك الدبلوماسي الآسيوي المدنية والعسكرية. وتتقدم للسلام على جلالة الملك حفظه الله وتهنئة جلالته بهذه المناسبة السعيدة العديد من الشخصيات المغربية المدنية والعسكرية. السيد عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة. السيد كريم غلاب رئيس مجلس النواب. السيد محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين. السيد خليهن ولد رشيد رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. الجنرال دكتور دارمي عبد العزيز بناني المفتش العام للقوات المسلحة الملكية. الجنرال دكتور دارمي حسني بن سليمان قائد الدرك الملكي. الجنرال دكتور دارمي بوشعيب عروب رئيس المكتب الثالث. السيد بوشعيب رميل المدير العام للأمن الوطني. الجنرال دو ديفيزيون محمد الغماري مفتش البحرية الملكية. الجنرال دو بريغاد حدو حجار مفتش القوات المساعدة المنطقة الشمالية. الجنرال دو بريغاد لحسن إمجان مفتش القوات المساعدة المنطقة الجنوبية. السيد محمد ياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات. السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام لمراقبة التراب الوطني. والسيد محمد المساوي رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية. رؤساء الكنائس والبيع لارشيفيك دو رابا. رؤساء الكنائس والبيع المونسيور فانسون لانديل كبير قساوسة الرباط. Le président de l'Église évangélique au Maroc. الأسقف سامويل أميدرو رئيس الكنيسة الأنجليكانية بالمغرب. Le président de l'Église orthodoxe russe. السيد ماكسيم ماساليتا رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية. Le grand rabbin de Casablanca. السيد يوسف
إسرائيل الحاخام الأكبر للدار البيضاء. وبهذه المناسبة السعيدة يوشح سيدنا أعزه الله بعض الشخصيات المغربية والأجنبية وسام العرش من درجة الحملة الكبرى السيد محمد صبحي أستاذ مادة اللغة العربية بالمدرسة المولوية، وكان أستاذا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، صاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، صاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، صاحبة السمو الأميرة للا زينب، ثم الشرفاء مولاي إدريس الفيلالي، للا سكينة الفيلالي، مولاي يزيد بوشنتوف، للا نهيلة بن حربيط، مولاي يوسف العلوي، ثم للا سمية الوزاني. وبهذه المناسبة المجيدة، مناسبة عيد العرش، وشح جلالة الملك حفظه الله بعض الشخصيات المغربية والأجنبية بوسام العرش من درجة الحملة الكبرى السيد محمد صبحي أستاذ مادة اللغة العربية بالمدرسة المولوية. الحاخم الأكبر راف شلومو عمار. كما وشح جلالة الملك حفظه الله بوسام العرش من درجة الحملة الكبرى كذلك الحاخام الأكبر راف شلومو عمار. كما يوشح سيدنا نصره الله أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني من أجل إصلاح المنظومة القضائية، وهي الهيئة التي نصبها جلالته في شهر مايو 2012 وكلفها نصره الله بإعداد مشروع ميثاق لإصلاح القضاء. هذا الميثاق الذي حظي مضمونه بالموافقة الملكية السامية وسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط كبير السيد مصطفى رميد وزير العدل والحريات. كما وشح جلالة الملك حفظه الله أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني من أجل إصلاح المنظومة القضائية بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط كبير السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحرية. السيد مصطفى فارس رئيس محكمة النقد. السيد مصطفى فارس رئيس محكمة النقد. على مدى 14 سنة أولى صاحب الجلالة نصره الله اهتماما خاصا بالقضاء وبإصلاح العدالة. مصطفى مداح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد. وشح جلالة الملك حفظه الله بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط كبير كذلك السيد مصطفى مداح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد. السيد محمد أشرقي رئيس مجلس الدستوري. السيد محمد أشرقي رئيس المجلس الدستوري. السيد دريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات. كما وشح جلالة الملك حفظه الله السيد دريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات. السيد شاكيب بن موسى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسفير صاحب الجلالة بفرنسا تعذر عليه الحضور لترأسه باسم صاحب الجلالة عزه الله احتفالات عيد العرش بباريس. السيد محمد يوسف الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى. السيد محمد يوسف الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى. إصلاحات متواصلة لمنظومة العدالة توجت سنة 2012 بتنصيب أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة. يوشح جلالة الملك حفظه الله السيد إدريس اليزامي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط كبير. السيد عبد العزيز بن زكور وسيط المملكة. السيد عبد العزيز بن زكور وسيط المملكة. السيدة أمينة المريني الوهابي رئيسة المجلس الأعلى لاتصال السمع البصري. السيدة أمينة المريني الوهابي رئيسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.
حرص من جلالة الملك حفظه الله على أن تشمل التركيبة التعددية لهذه الهيئة جميع المؤسسات الدستورية. السيد عبد العالي بن عمور رئيس مجلس المنافسة، تركيبة تشمل جميع المؤسسات الدستورية والقطاعات الحكومية والقضائية وتمثيلية وازنة للمجتمع المدني. السيد عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. السيد عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. السيد أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. السيد أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب. السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب. دور ريادي لجلالة الملك حفظه الله في تأسيس الحوار الوطني حول إصلاح العدالة وجهود حثيثة في إصلاح منظومة العدالة ببلادنا. وأستاذ تعليم العالي يوشح جلالة الملك حفظه الله كذلك بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط كبير السيد محمد الإدريسي مشيشي العالمي وزير العدل سابقا أستاذ التعليم العالي. شقرون رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب. السيدة مريم بن صالح شقرون رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب. السيد محمد حنين رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. السيد محمد حنين رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. السيد عمر أدخيل رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين. السيد عمر دخيل رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين. السيدة رحمة برقية رئيسة جامعة الحسن الثاني بمحمدية سابقا. السيدة رحمة برقية رئيسة جامعة الحسن الثاني بالمحمدية سابقا. السيد عبد المجيد غميجة الكاتب العام لوزارة العدل والحريات. السيد عبد المجيد غميجة الكاتب العام لوزارة العدل والحريات. بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط كبير وشح جلالة الملك حفظه الله كذلك السيد محمد بن عليلو رئيس ديوان وزير العدل والحريات مستشار في السياسة الجنائية. السيد محمد سعيد بن ناني المدير العام لمعهد عالي القضاء سابقا. السيد محمد سعيد بن ناني المدير العام للمعهد العالي للقضاء سابقا. السيد عبد الله حمود المفتش العام لوزارة العدل والحريات. السيد عبد الله حمودة المفتش العام لوزارة العدل والحريات. السيد إبراهيم الأيسر مدير شؤون المدنية بوزارة العدل والحريات. السيد إبراهيم الأيسر مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات. السيد محمد عبد النبوي مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات. السيد محمد عبد النبوي مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات. السيدة نجية رحالي مديرة الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل والحريات. السيدة نجية الرحالي مديرة الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل والحريات. السيدة رجاء ناجي مكاوي أستاذة التعليم العالي. السيدة رجاء ناجي مكاوي أستاذة التعليم العالي. يوشح جلالة الملك حفظه الله أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني من أجل إصلاح المنظومة القضائية وهي الهيئة التي نصبها جلالته في شهر ماي 2012. السيدة زينب الطلبي رئيسة غرفة بمحكمة النقد تعذر عليها الحضور لأسباب صحية. السيدة ليلى المريني رئيسة غرفة بمحكمة النقد. السيدة ليلى المريني رئيسة غرفة بمحكمة النقد عضو المجلس الدستوري.
السيدة زينب العدوي رئيسة المجلس الجهوي للحسابات بالرباط. السيدة زينب العدوي رئيسة المجلس الجهوي للحسابات بالرباط. السيدة ربحة زدكي عضو المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري. السيدة ربحة زدكي عضو المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري. السيد عبد الحق العياسي رئيس الودادية الحسنية للقضاء. السيد عبد الحق العياسي رئيس الودادية الحسنية للقضاة. السيد عبد الرحيم الجامعي نقيب. السيد عبد الرحيم الجامعي نقيب سابق ممثل المرصد المغربي للسجون. السيد عبد اللطيف الحاتمي رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء. السيد عبد اللطيف الحاتمي رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء. السيد عبد العزيز النويدي محامي رئيس سابق لجمعية العدالة. السيد عبد العزيز النويدي محام رئيس سابق لجمعية عدالة. السيد مصطفى حلمي مدير الأعمال الاجتماعية والثقافية بالمندوبية العامة لإدارة السجون. السيد مصطفى حلمي مدير العمل الاجتماعي والثقافي بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. الشهبي نقيب سابقا لهيئة المحامين بالدار البيضاء. السيد محمد الشهبي نقيب سابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء. السيد جمال الدين ناجي منسق الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع. السيد جمال الدين الناجي منسق الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع. السيد محمد الحوراني رئيس سابق الاتحاد العام لمقاولات المغرب. والسيد محمد الحوراني رئيس سابق للاتحاد العام لمقاولات المغرب. كما يتفضل سيدنا عز الله بتوشيح شخصيات أخرى: الوسام العلوي من درجة ضابط كبير، مسيو مالكوم هولنين فيس بريزيدون اكزيكوتيف دو لا كونفيرونس دي غراندز اورغانيزاسيون جويف امريكان. كما وشح جلالة الملك نصره الله بالوسام العلوي من درجة ضابط كبير السيد مالكوم هولنين نائب الرئيس التنفيذي لمؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى. وسام العرش من درجة قائد المرحوم محمد طيب الناصري محامي ووزير العدل سابقا يتسلم الوسام ابنه السيد عمر الناصري. وبهذه المناسبة المجيدة وشح جلالة الملك حفظه الله بوسام العرش من درجة قائد المرحوم محمد طيب الناصري محامي ووزير العدل سابقا يتسلم الوسام ابنه السيد عمر الناصري. المرحومة أسيا الوديع عضوة مؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء سابقا يتسلم الوسام ابنها السيد يوسف الشهبي وأخوها السيد صالح الوديع. كما وشح جلالة الملك حفظه الله بوسام العرش من درجة قائد المرحومة أسيا الوديع عضو مؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء سابقا يتسلم الوسام ابنها السيد يوسف شهبي وأخوها السيد صالح الوديع.
المرحوم محمد إدريسي قيطوني مدير جريدة لوبينيون سابقا، يتسلم الوسام ابنه السيد إسماعيل إدريسي قيطوني. المرحوم محمد إدريسي قيطوني مدير جريدة لوبينيون سابقا، تسلم الوسام ابنه السيد إسماعيل إدريسي قيطوني. الوسام العلوي من درجة ضابط. الوسام العلوي من درجة ضابط. الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي. السيدة بالمغرب. أماني أبو زيد. الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب. وسام العرش من درجة ضابط السيدة أمينة بوعياش. الله بوسام العرش من درجة ضابط السيدة أمينة بوعياش فاعلة حقوقية. السيدة ياسمين بوزيان خبيرة في التواصل لدى الأمم المتحدة. السيدة ياسمين بوزيان خبيرة في التواصل لدى الأمم المتحدة. السيدة مريم شديد أستاذة جامعية في علم الفلك، أول مغربية تغزو القطب المتجمد الجنوبي. السيدة مريم شديد أستاذة جامعية في علم الفلك، أول مغربية تغزو القطب المتجمد الجنوبي. السيدة نزهة حياة مديرة مؤسسة بنكية. السيدة نزهة حياة مديرة بمؤسسة بنكية. وأخيرا السيد محمد البوعناني شاعر وصحفي، الله يبارك على سيدي. السيد محمد البوعناني شاعر وصحفي. عيد العرش المجيد عيد التلاحم والوفاء وعيد المحبة والإخلاص وعيد المنجزات الكبرى لمغرب النماء والتقدم تحت القيادة الرشيدة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. مناسبة وطنية مجيدة يحضرها فخامة الرئيس السيد ماكي سال رئيس الجمهورية السنغالية، تجسيدا لأواصر الصداقة والمحبة التي تربط بين البلدين الصديقين. مناسبة وطنية مجيدة لتجديد أواصر البيعة المتبادلة والإجماع الوطيد على توابت المملكة في وحدة الوطن والتراب والهوية وعلى مقدسات الأمة عقيدة إسلامية سمحة بخصوصيتها المغربية القائمة على المذهب السني المالكي والاحترام المتبادل بين الأديان السماوية والانفتاح على الحضارات. ذلكم هو المغرب، تاريخ عريق بتقاليده الراسخة الضاربة جذورها في أعماق التاريخ، ودولة عريقة بأمجادها وماضيها التليد في كنف ملوك الدولة العلوية الشريفة وبحاضرها المشرق الزاهر المتميز بالعصرنة والحداثة والإصلاحات العميقة والأوراش الهيكلية في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبمستقبل كله تفاؤل وتطلع نحو غد مشرق بحول الله. فعلى مدى 14 سنة ومنذ تولي جلالة الملك حفظه الله عرش أسلافه المنعمين، والمغرب يعيش على إيقاع تحولات كبرى، تحولات عميقة في جميع المجالات.